تاعنا جمال لقاء. ابقى معنا من فضلك، يدخل معنا الان مغني الراب المعروف عزو هود كيلر. عزو السلام عليكم، اهلا بك. اهلا بك اخويا. هنالك ممثلين وفنانين كبار 40 الله اعلم كانوا في الاغنيه التي غنوها هؤلاء الفنانين لصالح العهده الرابعه. هذه الاغنيه خلقت ضجه كبيره في الساحه الفنيه في الجزائر والساحه السياسيه كذلك. هل انتم كنتم مع هذه الاغنيه مسانده لبوتفليقه؟ والله كما قال العديد من الفنانين انكم انتم مع الجزائر. والله يا أخي أنا مع الاستقرار ومع الأمن ومع الخير للبلاد، وأنا كما يقولوا درت الأغنية هذه، درتها شاركت المشاركة تاعي كانت في الأغنية هذه على قناعة شدية، ونزيد نقولها راني مع العهدة الرابعة يا أخي. أنا حبيت خويا عزو نعرف فقط يعني هل قبل ما تغني الأغنية هذه نوتر سيرمون بور لالجيري عاهدناك يا جزائر، كنت على بالك باللي هذا الكليب هو لصالح العهدة الرابعة؟ وي 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 كنا عدنا كنت مالي وعقنا اخويا على قناعه خطرش عندنا فنان. شوف تفضل عزو تفضل. اسمعني انا نحكي باسمي كفنان، اسمعني نحكي باسمي كفنان، رانا مني جابوا الفريق وانا معاه، انا راني عندي اتجاه واحد من الاول للاخر، انا جامي نبدل الفيستا تاعي، فهمت؟ ليس يعني مع احترامي لبعض الفنانين انهم يكونوا في اتجاه امريكي يوليو في اتجاه مخالف، خلاص نزيدوا يرجعوا الاتجاه. انا عندي اتجاه كانت عندي قناعه، فهمت؟ واني قلت لك خويا راني مع الاستقرار تاع البلاد، الامن، وراني مع الخير للبلاد كامله. خويا عزو انا قاعد نحضر في هذا البرنامج لقيتك باللي راك غنيت لويزا حنون وغنيت كذلك الهيبه هذاك البرلماني تاع النابه، والان تغني الى بوتفليقه، راك تظن باللي هذا الغناء راهو في طريق واحد؟ تفضل خويا. صح اخي. شوف اللي يقول لك غنيت الهيبه جيب لي السي دي تاع هيبه، واللي يقول لك غنيت لويزا حنون يجيب لي السي دي تاع لويزا حنون. اوكي ثم عم بالك من ثم كيف نقولوا يعني مع الاحترام من الاخ لازم تروحوا للشخص الاول. على هذيك جبناك خويا عزو، على هذيك جبناك باش تقول لنا انت الحقيقه. اسمعني خويا اسمعني. تفضل. تشوفوا التاريخ تاعو ومن بعد تهضروا، فهمت؟ ادم الناس ادم اللي قاعدين يحلوا في فامهم يقول لك وغنى على طليبه ولا طليبه وعطاه سوارد ولا انا ما عندي حتى علاقه مع طليبه يا اخي، فهمت؟ انا فنان شعبي نهضر وش يهضر الشعب. فهمت؟ راني نسكن في حي شعبي في الجزائر في عنابه، وشفت الشعب وشفت الولاد كرطيه ولاد حومتي وشفت الناس وسقسيت الناس وشفت الاراء تاعهم، لقيت ان من الناس كل مع بوتفليقه وكلهم حابين هذا الرئيس يبقى يقول لك هو ولا واحد اخر. فهمت يا اخي؟ عزو انا عندي سؤال لك. لازم انتم كاعلاميين يا اخي لازم انتم كاعلاميين تديروا سونداج، تخرجوا للشارع تروحوا للشوارع وتروحوا تسقسيوا الناس، تسقسيوا البطال وتسقسيوا الفلاح وتسقسيوا للقاري وتسقسيوا للجاهل وتسقسيوا وتشوفوا الصح لو هنا في البلاد يا اخي. ما تقدروش تعرفوا الصح من فيسبوك ولا تعرفوا الصح من هضاير تاع دي كونكيرون يا اخي، فهمت؟ انا عايش في البلاد ارواح ولهنا البلاد وسقسيوا الناس يا اخي. خويا عزو كنا نهضروا هذا وين مع افريكا جينجل وقالوا هما شباب كانوا عايشين في الجزائر والان راهم يغنيوا من فرنسا ويقولوا باللي الوضع ماهوش كيما راك تقول عليه. يا اخي شوف انا مع احترامي لاي فنان، اي فنان كيما يشوف الوضع يشوفه، مي انا راني نهضر معك خويا، راني شي 38 راني كبير وراني عايش هنا في الجزائر وراني عم بالي وش كاين وش ما كانش يا اخي، فهمت؟ الاوضاع كي مثل العالم كامل، يعني كل دوله في العالم فيها مشاكلها الخاصه، وكاين يعني ما كانش كيما يقولوا نول ني باغفي، ما كانش الكمال لله سبحان الله. انا نوجه ميساج للناس هذوما، اتقوا الله نقول لهم في ربكم ربي راه خلق كيما خلق الغني خلق الفقير، وكيما خلق الضعيف خلق القوي، وكيما خلق الجاهل خلق العالم، وكيما خلق يعني وعلاه ندخلوا في امور ويقول لك الدنيا سافاطا والدنيا راهي لاباس عليها والحمد لله والجزائر تبقى واقفه ان شاء الله، فهمت؟ الجزائر تبقى واقفه. سيفري نستعرفوا باللي كاين الرشوه كاين سرقه كاين تجاوزات كاين مي هديه في العالم كامل. انا نتحدى اي واحد يجيب لي بلاد من بلدان ما فيهاش
سرقه ولا ما فيهاش رشوه ولا ما فيهاش شوماج ولا ما فيهاش عزو من فضلك كبقى معنا زوج دقائق رحم والديك. اعود اليك لطفي دوبلكانو. اخونا عزو يقول باللي البلدان في العالم وكل فيهم المشاكل وانتم راكم تضخموا في القضيه ومسانده البوتفليقه مسانده طبيعيه، اي مغني واي فنان يمكنه ان يكون له موقف سياسي. دبر نشكرك يا اخي باسكو انا هذا الاخ كيسبني وكلش حاولت نتصل معاه باه نهضر معاه وجها لوجه بصح هو ما حبش يرفد عليا التليفون. خلاص دونك نشكركم على الاقل وتحتوا الفرصه هذه دي باش نهضر معاه فصفات. بالنسبه للقضيه وتاع لويزا حنون ما تكذبش على الناس باسكو رحت غنيت في باب الواد كل شاهدين عليك ولا كاسات في عنب السيدي اللي درته للويزا حنون داير عاد يعيطوا لك يا ولد لويزا والسيدي كل معروف ما حبوش الناس يحطوه برك في انترنت. هذا فيما يخص قضيه بهارك تعرفها وحكايه المضمه اللي غنى عليها اللي كانت تخص مع بهار هذيك موضوع خطينا. بالنسبه لقضيه يقول لك انه الجزائريين راهم كلهم مع الوحده الرابعه، اسمح لي يا اخي اليمين زروال جزائري ومشوا مع الوحده الرابعه، جميله بحيرة جزائريه ومن الحرار وماهيش مع الوحده الرابعه، احلام مستغانمي ماهيش مع الوحده الرابعه، الشاويه اللي في خنشله اللي ضربوهم وسحتوهم وما خلوا حتى واحد يخش ما همش مع الوحده الرابعه، في بجايه الناس اللي وقفوا وحرقوا هذوك كل ما همش مع الوحده الرابعه. بارتو في الجزائر الناس هذوما ما همش مع الوحده الرابعه، في الفيسبوك دي باج كيف تيعي 1,800,000 ودوتخ باج ما همش مع الوحده الرابعه. فأي شكرا لطفي اسمح لي نعطي الكلمه لعزو. عزو نعطيك الكلمه باش تريبوندي، تفضل خويا. انا شوف يا اخي شوف انا عزو من فضلك خويا لازم نبقاو ونخليو الاحترام بيناتنا باش النقاش هذا يكون في لباقه واحترام من فضلك. نخليو احترام ان شاء الله. تفضل خويا. عندي واجب الاحترام يا اخي. الله يسترك تفضل. يا اخي كيقول لويزا يقول لويزا انا عيطت لويزا عيطوا لي نجمات لويزا قالوا لي كاين ميتينغ هذه ما مي فوت مي والو ما كان لي انتخابات مي والو عيطوا لي كفنان بشو الهيئه عيطت لي روح نغني ما غنيتني على ميزه حنون يا عمر بزور فهمت خويا لهنين والاخ هذا كيقول لي يعيطوا لك ولد لويزا قول له انت يا في 2002 ولا في 2003 الاغنيه اللي درتها على فلان ومعيك الدور في الليبيرو هنايا في عنابه فهمت ومع ذلك نحترم رايك ونحترم غني حتى عليك غني وش حبيت نحترم رايك بصح هذا شيء تقول او غنى هم سبحان الله انا اعطيت له نصيحه كاخ قلت له ما تدخلش الدين في الـ في الـ في, الـ في الموسيقى ما تسبش الناس البلاد هذه بلادك ما تضحكش علينا البرانيه هو راح دار لي بروباغوند كبيره في الفيسبوك العدو اللي جاني عاد يسبوني يقولوا لي شياخ سبحان الله. عزو خويا عزو خليني نهضر. انا اعلم ان كانت بيناتكم تربطكم صدقه كبيره وان شاء الله كي نخلصوا هذه ليميسيون تولي هذه الصدقه كما كانت. انا حبيت فقط نبوزي لك لا كيستيون عزو. يا اخي الصدقه هذه باسكو انا كنت صديقه هو جامي كان صديقي يا اخي انا كنت صديق حميم راجل معاه وقفت معاه في السراء والضراء ونحبه ودرت معاه وسبلت في حقي على جاله باسكو نحبه قلت صحيبي خليه ينجح معليش ولد بلادي خليه يروح لبعيد معليش كي ينجح نمشح معاه انا مي هما استسخروني باسكو لقوني يسكن في بيت وكوزينه في حي شعبي فهمت ولا لا استسخروني وعاد يشوفوا فيا ديما صغير وسخروني وحقروني سابوتوني ما خلونيش عزو خويا واحد ما يحقرك والناس الكل عزو الناس الكل يشتيوك لكن يتساءلون حبيت نبوزي لك هاد لا كيستيون الناس اللي راهم ضد العهده الرابعه المؤيدين تاع بوتفليقه سمعتهم في الجرايد واش يقولوا وفي التلفزه واش يقولوا باللي هؤلاء ناس حركه هل تظن باللي لطفي حركي واحلام مستغانمي حركيه وبوحيد حركي والرئيس الاسبق حركي وهذو الناس قولوا اليمين زروال حركي انا شوف انا ما عندي حتى دم انا عندي 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 اتجاه واحد هو اتجاه ديمقراطي الناس هذوما ديمقراطيين وعندهم حق باه يرفضوا وعندهم حق باه يكونوا مؤيدين احترمهم لانني عندي كما يقولوا واجب الاحترام ولازم يحترموني كي نكون مختلف عليهم ويحترموا اي واحد يكون مختلف عليهم فهمت ونقول لهم الناس هذوما يرحم والديكم اتقوا الله في نفسكم وفيقوا مع رواحكم راكم رايحين في طريق ورايحين في مخطط صهيوني رايحين للربيع العربي وانتم رايحين تجيبوا الربيع العربي شكرا عزو ابقى معنا عايشك لطفي دوبل كانون ولي ليك هاو عزو الان يثير نقطه مهمه جدا الكثير من المتتبعين للمشهد الجزائري يقولوا باللي انتوما والكثير منكم راكم تحوسوا تزعزعوا استقرار البلاد وتحوسوا تدخلوا الناس الغرباء للجزائر ويسرى للجزائر كما سرى لسوريا ومصر
داكور دابور في ساعه فيتي باسكو عاد خرج على الموضوع ونادي يقول لهم حقروني وانا مسكين وتجور هذاك السندروم تاع المحقور والمسكين واللي خدعوه وهو وفان كونت عاقل وهو كلش بون. احنا مش راح ندخلوا في الموضوع هذا باسكو ماهوش الحوار تاعنا. بالنسبه لقضيه هذا المترشح بوتفليقه ولا اللي معاه وعلاه احنا اصلا كونتر وعلاه قاعدين نقولوا باسكو هما ناس قاعدين يخترقوا في القانون يستعملوا في وزراء وأجهزة الدولة قاعدين يخترقوا في القانون. دونك هما على الباطل، حنا كونتر الباطل، ماناش كونتر المترشح. كون جا كيف وكيما أي مترشح ما كناش نوقفوا كونتر في الفيسبوك ونهضروا عليه، إذا كان هو يحترم القانون ما كناش خلاص ندوروا عليه، وإنما هما لو فات اللي اخترقوا القانون ودخلوا في الباطل فخرجنا حنا كونترهم. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة اللي يقول لك أيادي خارجية وما نعرفش هي، يا خويا فرنسا عندها مصالح في الجزائر مدى بها يقعد بوتفليقة وعلى حبها تدخل فرنسا. هذه الأيادي الجانبية ولا هذا دراما تاع الصهيونيه والماسونيه حابه تدخل الجزائر، يا ناس يتمسخروا بهم. اول ناس يبداو يهدوا في الناس هما الناس تاع بوتفليقه، بداو يقولوا اسمعوا يا بوتفليقه يا الاستقرار يا تخش فرنسا. هما كانوا يخوفوا في الناس. الشعب الجزائري حاب بلاد تبقى امنه، ماهوش حاب ربيع عربي. الشعب الجزائري رافض وهما يخوفوا فيه. يا جماعه كل ما تفوتيش بوتفليقه راهو ربيع عربي. نحن نرفض اي تهديد، واحنا حابين الامن لبلادنا. بصح ما تكلحوناش، هما يكلحوا في البسطاء كما مسكين عزو يقول لك اناني مع بوتفليقه خطأ هو الاستقرار. لا يا اخي، الجزائر فيها رجال وفيها حراير قادرين يحققوا هذا الاستقرار. وبوتفليقه لكن يحكي على الاستقرار، روح اهدر مع الناس تاع غرداي على الاستقرار، وروح اهدر على الفاميليات تاع الناس اللي ماتوا في عين امينات. وروح شكرا شكرا لطفي، يبقى معنا من فضلك خويا لطفي. اعزائي المشاهدين ينضموا الينا جم تاخر في المترو تاع ليزانجلي.